بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الأخ المدير العام لسونا، الإخوة الزملاء الصحفيين والإعلاميين، يسعدني ويشرفني بأن أكون مع إخوتي في وزارة المالية وبنك السودان في هذا المؤتمر الهام في منبر سونا، هذا المنبر الإعلامي المتميز. وموضوع الساعة الآن هو يتعلق بالاقتصاد، وفي إطار الاقتصاد أيضا موضوع خاص بقضايا التعاقد والشراء للسلع الاستراتيجية، وعلاقة وزارة المالية وبنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين ووزارة التجارة أو الحكومة نفسها في الموضوع الخاص ب شركة الفاخر. ابتداء أود أن أقول كما يعني هو معلوم لدينا جميعا بأننا نمر بوضع استثنائي، حيث أنه رغما عن مجهوداتنا المتواصلة ورغما أيضا عن اعتراف أي عمل إنساني فيه قصور، إلا لأننا لم نألو جهدا في العمل الجاد لإغالة عثرة الاقتصاد السوداني. إلا أرجو أن تسمحوا لي كاقتصادي قبل أن أكون وزير مالية لتقديم مغاربة مختصرة عن أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مأزوم منذ أن تم انفصال الجنوب في 2011. وإذا نظرتم إلى كل مؤشرات الاقتصاد وغيرها من مؤشرات الاقتصاد تجد أنه 2011 كانت علامة فارقة، وذلك بالنظر إلى أن الاقتصاد السوداني قد فقد الثلث الناتج المحلي و95% من إجمالي الصادرات وأكثر من 70% من إيرادات الحكومية. وطبعا النظام المباد كما هو معروف قد بدد الحقبة النفطية، ثروات الحقبة النفطية، ولم يتهيأ لاحتمال الجنوب، احتمال انفصال الجنوب الذي كان يرى رأي العين. وكنتيجة لذلك أصبح الاقتصاد السوداني كالمريض الذي لم يتناول الأدوية، وبالتالي كان لابد أن تسوء حالة الاقتصاد كما هو معروف حتى قامت ثورة ديسمبر المجيدة وجاءت الفترة الانتقالية بعد فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي. وللأسف الشديد ظلت العقوبات وتبعاتها على الاقتصاد السوداني ماثلة، وأيضا لم يتم تقديم دعم كافي للاقتصاد السوداني إلا من دولتين شقيقتين، هما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهذه مناسبة أن نقول نحن يعني ممتنون وشاكرون لهذا الدعم، وهذا الدعم قد ساهم مساهمة كبيرة في مدخلات الإنتاج وأيضا في يعني احتياجات القمح والأدوية. ونحن نتطلع للمزيد ونتشاور مع الإخوة في هاتين الدولتين الشقيقتين لإمكانية يعني المواصلة في تقديم الدعم، لأننا بأي حال من الأحوال لسنا كسودانيين حكومة وشعبا من الذين يجحدون الدعم والعطاء، وإلا أننا لابد أن نشير إلى أننا نحتاج إلى توفير النقد الأجنبي للمشتقات البترولية التي ليست في إطار هذا الدعم، وفي بعض الأحيان أيضا نحتاج إلى توفير النقد الأجنبي لمشتريات قمح إضافية. والذي حصل كما يحدثكم الأخوة بأننا كنا في مرحلة معينة في ديسمبر، في مطلع ديسمبر أو في الأسبوع الأول من ديسمبر، كنا في أمس الحاجة لتوفير تمويل لباخرة، هذه الباخرة كنا في أمس الحاجة لها حتى نستطيع توفير قمح يغطي حاجة البلاد حتى نهاية ديسمبر، حيث كان المخزون المتبقي من القمح لا يساوي
يتيح لوزير ليس تعاقد، لأنه كان هناك تعاقد بين بنك السودان أو وزارة المالية وشركة معينة. بالنظر إلى أننا توافقنا مع بنك السودان على الخروج من شراء الذهب، لأنه هناك آثار تضخمية معروفة لعملية تمويل المشتقات البترولية والقمح بالطريقة التي يعني فرض على بنك السودان من النظام السابق البائي باتباعها، توافقنا مع الإخوة في بنك السودان على أننا منذ ذلك التاريخ نشتري فقط بموارد حقيقية في إطار تفعيل القطاع الخاص كما يرد في إفادة الإخوة الزملاء. وعليه لم يستطع بنك السودان توفير 28 مليون دولار حتى نستطيع الحصول على تلك الشحنة من القمح. وتواصلنا مع عدة جهات أفضت إلى أن هناك شركة واحدة هي شركة الفاخرة التي لم تكن لدينا معها أي علاقة أو معرفة، فكانت مجرد علاقة تتصل بدفع مستحقات هذه الفاخرة في ظل استثنائي يتيح لوزير المالية في ظل هذا الوضع الاستثنائي التعاقد أو الشراء المباشر. ثم بعد ذلك تواصلنا مع غرفة الذهب في الشراء للذهب عن طريق موارد حقيقية، واستخدام ذلك إما في استيراد السلع الاستراتيجية التي نحددها، أو في حالة التصدير صغير الحجم مثلا 20 كيلو 50 كيلو كده، أن وزارة المالية تشتري حصائل الصادرة الذهب بموارد حقيقية. وفعلا قد أنشأنا يعني حساب في بنك السودان للسلع الاستراتيجية بموارد كافية لتمويل هذه المشتريات بموارد حقيقية، وذلك حتى نحافظ على استقرار أو محاولة الحفاظ على استقرار الاقتصاد السوداني عن طريق كبح جماح التضخم والتقدم خطوة خطوة للصرف. وكما تعلمون هذه الظروف الاستثنائية أفضت إلى ذلك. نحن في وزارة المالية نود أن ننوه إلى أن كل المشتريات المتعلقة بالمشتقات البترولية تتم في إطار تعاقدات بين وزارة الطاقة والتعدين والشركات الموردة. وزارة المالية دورها هو توفير مع بنك السودان توفير النقد الأجنبي قدر المستطاع، وهناك متأخرات كثيرة جدا على ظروف الاقتصادية وخاصة العلاقة مع شركة الفاخر سيتم توضيحها من قبل الزملاء. وأود أن أقول أننا في وزارة المالية أو بنك السودان أو كل الوزارات الاقتصادية نحن يعني ننفذ سياسة الدولة. يعني الموضوع المتعلق بكل هذه الأوضاع الاستثنائية والتعامل معه هو سياسة الدولة، وتحظى بتوافق ومباركة تامة من قبل رئيس السلطة التنفيذية السيد رئيس الوزراء، وهو سيدلي ببيان في هذا الموضوع في الوقت المناسب. فأنا أحب أن أؤكد أن الموضوع ليس موضوع أن وزير المالية اتخذ هذا القرار بمعزل عن الأوضاع، يعني لست فوق القانون يعني، ولكن أود أن أقول الآتي: أننا يعني إذا اعتذرنا عن شيء نعتذر عن يعني عدم قدرتنا في هذه الظروف الاستثنائية على كبح جماح التضخم واستغراق سعر الصرف، ولكن لنا خطة ولنا فكرة، ونحن نتعامل في ظروف موضوعية يعني معروفة. وكما تعلمون الآن فقط هذا الخبر الهام، وطبعا هو خبر هام جدا ومبشر، برفع العقوبات عن عدد كبير جدا من الشركات والمؤسسات، تم تبليغي بأنه نزل سعر الصرف في السوق الموازي إلى 85. أن يخذ في الاعتبار أنه مسألة يعني تخفيض سعر الصرف واستقراره ومسألة كبح جماح التضخم هي مسألة تراكمية، ونحن الآن في خضم حوار مجتمعي
سيؤدي في إن شاء الله في خلال أسابيع أسبوعين أو ثلاثة إلى وضوح رؤية شامل في البرنامج الاقتصادي الذي سيأخذ هذه البلاد في الطريق الصحيح وينقذها من وهدة الأزمة الاقتصادية الحالية. فمرة أخرى أقول أنه إذا كان هناك اعتذار حيكون اعتذار في عدم قدرتنا إنجاز هذا بالسرعة المطلوبة، ولكن نحن متأكدين بأننا نزرنا أنفسنا في هذه المرحلة لتقديم ما نستطيع من خبراتنا وقدراتنا لمعالجة أزمة مستفحلة تمت بفعل فاعل لمدة 30 سنة الماضية، خاصة بعد انتهاء الحقبة البترولية من 2011. يعني دعني مرة أخرى يعني أقول أنه نحن منفتحين على كل من يرغب بصدق وأمانة من الصحفيين والإعلاميين المخلصين بتوفير كل المعلومات والتعاون معهم لدراسة هذا الأمر من كل جوانبه. ومرة أخرى شكرا جزيلا، وأترك المجال للأخ علي عسكوري.